عموما خلينا نواصل الدخنة حكينا فيهم اثنين الأصدقاء الماضي تمام؟ احنا كنا نتكلم عن كيف احنا ممكن ننشر أزحافنا على مستوى العالم، يمكن دعوزنا هيك على يعني فهو مش بس فوائد الموضوع وإنما كمان عملنا جستيفيكيشن ليش احنا بنروح لهذه الأشياء تمام؟ خصوصا في بلد زي بلدنا مستوى البحث العلمي فيها يمكن في البدايات مش المستويات المطلوبة. حقيقة كمان هي مش بس هي في المستويات البدائية لأسباب كثيرة، مش بس متعلق بجودة التعليم في البلد، الموضوع متعلق كمان بحجم الميزانيات اللي توضع توصل للتعليم البحث العلمي. يمكن ميزانية البحث العلمي في إسرائيل تعادل ميزانية البحث العلمي في كل دول العالم العربي، بس إسرائيل لوحدها بدون مثلا تكلمناش عن أوروبا ولا تكلمنا عن أمريكا تمام، ولا حتى تكلمنا عن الناس اللي الآن بالمناسبة يعني تجاوزوا كثيرا بعض الدول الأوروبية. يعني بعض الناس بنظر لطلع على دول جنوب شرق آسيا بلاقي في نهضة كبيرة جدا في هذه الأمور، في تحديدا في البوبليكيشن في الإنجازات. يمكن كان زمان لما الواحد يفتح الرانكينج تبع الجامعات على مستوى العالم او على مستوى اسيا دائما يلاقي الجامعات اليابانيه في الاول، جامعات سنغافوره في الاول. اليوم اختلفت الامور، اليوم اول جامعتين او ثلاثه من الصين قبل حتى جامعه طوكيو. السبب الاساسي في هذا الامر احنا يمكن نظرتنا للصين دائما نظره متدنيه وهم تبعين كوبي بيست ومش عارف الكلام، لكن في جيش من الباحثين في الصين. يعني في اذا في 1000 باحث في اليابان في 10000 في الصين، اذا مليون في 10 مليون في الصين تمام. ويعني في منهم من يصيب وفي منهم من يخطئ، بس تراكميا في عدد كبير وفي كم هائل من الشغل تمام. فهذا الجيش الجرار من الباحثين الا ما يولد فايندينجز كويسه. اليوم الهند ايضا بتنهض بشكل كبير جدا في هذا المجال برضه رغم نظرتنا المتدنيه للهند. يعني مثلا في الخطة الخمسية تبعت الوزارة في الهند بكون حاطين في الخمس سنوات الجاية احنا الرقم اللي حنوصله لحملة الدكتوراه في الهند بيكون هالقد، رقم مكتوب في الخطة تبعت رئيس الوزراء تمام. هذا شيء لم تجده في كثير من دول العالم اللي تنظر للهند من تقاس. الان بتشتم واحد بقول له انت تفكرني هندي تمام. طبعا موجود الجورنالز اللي بالتليفون بتنشر لك وال 200 دولار بتنشر لك في الهند وفي الصين وفي غيرها، لكن احنا بنتكلم بشكل عام. حتتفاجئوا مثلا احنا دائما نظرتنا لاسرائيل يعني جامعاتها جامعات مضمونه. التصنيف تبع الجامعه العبريه وجامعه تل ابيب تراجع كثيرا مع صعود هذول الناس. اليوم جامعات اسرائيل في الخمسينات على مستوى اسيا 52 54. اول 10 جامعات حتلاقيها من الصين واليابان وسنغافورة وكوريا الجنوبية، وبعديها بتيجي ماليزيا وتايلاند والهند، هيك الترتيب. على مستوى أول 500 جامعة في العالم كل هذه الدول لها جامعات. على مستوى أول 200 حتلاقي مثلا في أول 200 حتلاقي 2 أو 3 جامعات ماليزية، على مستوى أول 200، على مستوى أول 100 حتلاقي جامعة ماليزية تمام؟ أنا بضرب أمثلة من كثير من الدول اللي إحنا مش كثير بنطلع عليها. الآن العجلة المحركة لكل هذا الكلام البابليكيشن. يعني الجامعات كلها الآن ترتقي من حسب الرانكينج تبعها، صح في وزن لقديش هي بتوفر فاسيلتي، قديش هي بتوفر مختبرات، قديش في عدد طلاب، قديش في عدد حملة دكتوراه، قديش في حملة درجة الأستاذية أو ما بعدها، تمام؟ صح هذه لها أوزان، لكن الوزن الأساسي والكبير إيش البابليكيشن ريكورد تبع الجامعة؟ قديش الجامعة هذه بتنشر؟ اللي هي طبعاً بالاصل قديش طلابها واكاديميينها تمام واساتذتها بنشروا ابحاث بشكل شهري وبشكل سنوي تمام. اللي حنحكي فيه اليوم هذه الاوتلاينز بدي انا بهمني جدا لما احنا نحكي شويه ايش تعلمنا من المره الفاتت تمام. كمان انا اعطيت اساينمنت اتمنى انه نكون اشتغلنا عليها، يمكن الزملاء اللي حضروا اليوم للمره الاولى ما يمكن ما استمروا عليهم الامر، لكن بدنا شوي نحكي في الاساينمنت، حنحكي في نعمل هيك شويه انتروداكتوري للستراكشر تمام.
بالاضافه للاوفر اول ستراكشر تبع الريسيرش بيبر. وانا في موضوع انا يعني مش حاط في الاوتلاينز اللي هو تيبس او نصائح للريسيرشرز بشكل عام، خصوصا لطلاب الماستر والبي اتش دي او الناس اللي بفكروا في الماستر والبي اتش دي في المستقبل. خلينا نحكي في الاول ترم او اول يعني سبجكت اللي ليش تعلمنا من هذا الماضي او الماضي. تعرفنا على انواع الابلكيشنز، في عندنا بوك شابتر، في عندنا كونفرنس بيبر، في عندنا جورنال كيف انشر بيبر ارتكل في جورنال. تعرفنا على كيف يتم الرانكينج للجورنالز، في كم اكثر من سيستم على اساس يتم الرانكينج، ومن اشهرهم كان تمكن رويترز، وفي طبعا كمان سيستم ثانيين. تعرفنا كيف ممكن نتعرف على الامباكت فاكتور تبع الجورنال وايش اهميته، وكيف انا لما بدي انشر ايش الاسس اللي على اساسها او الجايد لاينز اللي لازم انا اعتمدها علشان انشر بيبر ويتم قبولها، يعني يتم قبولها وتكون تمام بالنسبه لجورنال تكون امباكت فاكتور تبعها عالي. يعطيك العافية، يعني حكيت بكل الحارات. في حد ثاني حد يضيف شيء؟ اجمالا هذه يعني هذه المواضيع اللي احنا تناولناها، تمام؟ تكلمنا بشكل عام عن السيستمز اللي بتعمل الرانكينج واللي بتحدد موضوع الامباكت فاكتور، اللي هو طبعا يعني الان اكثر شيء بوبيلر على مستوى العالم. يعني الجورنال بكل بساطة بتقول هل لها امباكت فاكتور ولا ما لهاش امباكت فاكتور، بتقدر تعرف قديش قوي. ويمكن تكلمنا عن بعض التصنيفات الاخرى، ايش يعني كيو 1 كيو 2 كيو 3 كيو 4. قلنا الجورنال اللي بتكون مصنفه كيو 1 وكيو 2 بتكون في ميجر فيلد في العلم، شيء بهم الناس، شيء في التوب بريورتيز تبعت الناس، بينما كيو 3 وكيو 4 بيكون بشكل يعني في السكند بريورتي عند الناس، تمام؟ حكينا بالمجمل عن ايش العقبات، ايش الاشكاليات، لو انا بدي اعمل بلان كيف انا بدي اروح للبابليكيشن، تمام؟ اليوم احنا حنكمل الصوره ان شاء الله، بس قبل ما نكمل الصوره بدي اشوف انا اذا في حدا اشتغل على الاسايمنت. يوسف؟ في ثلاث مجلات، في واحده بتكون الكيو، والثنتين الثانيه احنا بنحكيش. جورنال اوف باريس ساينس ستاديز، مجال العلوم السياسيه. تقريبا المجله الاولى والوحيده في العالم اللي بتتناول شؤون الفلسطينيين من وجهه نظر الفلسطينيين. مقرها في نيويورك جامعه كولومبيا. كان ادوارد سعيد من المؤسسه. الكيو تبعها كيو 3 امباكت فاكتور 0.15. Publisher, University of California Press, the country, United States. هذه أول مجلة. مجلة شجرة كيو تبع. كيو 3. كيو 3 آه. في المجلة الثانية British Journal of Middle Eastern Studies. الجهة الناشرة British Society for Middle Eastern Studies. Impact factor 0.132. ما جبتش الكيو. في مجلة اسمها Israel Affairs. الكيو تبعها 0.080. Publisher Routledge Journals Taylor and Francis. مقرها في بريطانيا. ما جبتش الكيو. شوفوا الجورنالز اللي حكى عنها يوسف، بعض الناس هيجي طالع يقول 0.15 ايش يعني؟ الامباكت فاكتور تبعها منخفض. بس لما تقول انه هذه هي الجورنال الوحيده في العالم هو الفلسطينيين ستادز بتختلف. كمان شغلة، أنت بتكلم عن University of Columbia، واحدة من الجامعات العريقة في أمريكا، مش جامعة يعني بسيطة. بالمناسبة أغلب الجورنالز بتلاقيها إما تنتمي لمعهد بحثي، تمام؟ أو لدار نشر محترمة، دار نشر كبيرة، أو مؤسسة زي يعني في بعض الأبحاث اللي إلها أو بعض العلوم اللي إلها جوانب، بالذات الأبلايد ساينس، إلها جوانب تجارية، تلاقي شركة مثلاً هي مش قائمة عليها كهي مباشرة، بس هي السبونسر، تمام؟ مثلا عاملة اتفاقية مع يونيفرسيتي، تمام؟ يعني حتلاقي قطعا الجورنال تنتمي اما لا يعني لا اكاديميك انستيتيوت ضخم،
لمملوكة لدار نشر محترمة، مش هتلاقيها هيك وخلص موجودة على الإنترنت يعني. تمام؟ وأغلب يعني 70 أو 80% من الجورنالز في الأصل ينتموا ل أو استابلشت من مؤسسات علمية أو من مؤسسات أكاديمية كجامعات يعني. وفيش جامعة محترمة ملهاش مجموعة من الجورنالز، مش جورنال واحدة، مجموعة من الجورنالز. في كمان ممكن تنتبه لملاحظة في الإمباكت فاكتور، أحياناً بيكون الجورنال لسه يعني ناشئة، عمرها في العلم 4-5 سنوات 3 سنوات. تمام؟ حجم البابليكيشن فيها مش كبير لسه كثير، فمش ماخذة امباكت فاكتور عالي، لكن هي عالية القيمة. تمام؟ بعض الناس بيجي يقولوا خلص 0.2 ولا 0.3 بدي اروح انشر فيها، بروح بلاقي البروسيس زيها زي ام 3 وال 4 وال 5، مش حلاقي اي اختلاف، بالعكس يمكن لاقيها طف اكثر في بعض الاحيان. عموما هذا كان في السوشيال ساينسز او البوليتيكال ساينس. هنسمع من حد ثاني. تفضل. انا باي تكنولوجي، فالشغلات اللي كنت مهتمه فيها ايش لها علاقه بتخصصي، في جورنال اوف هيومن جينيتكس كانتري في انجلاند، الببلشر ويلي معروفه طبعا، الامباكت فاكتور تبعها 1.889. ما لقيتش انا كيو لها يعني، ما شفتش من ضمن البيانات كيو، بس الجايد لاينز كانت للاوتر كانت انا حسيتها طف كثير يعني، مش عارفه بدها ناس اللانجوج تبعتها يعني تكون ارتكل بطريقه معينه، الابستراكت كيف لازم تصيغها، الانجليش لانجوج بطريقه كانت مش عارفه حسيت عشان انجلند يعني، ف اكيد حتكون ستريكت شويه. في جورنال تانية اللي هي الجورنال اوف مايكروبيولوجي، الكانتري هي في ايطاليا، الببلشر تبعها سبينغارد، الامباكت فاكتور 1.232، حسيتها عالي اخف يعني. يمكن كان فيها كثير ارتكلز من انا كنت مهتمه فيهم او تقريبا نزلت كثير منها ارتكلز في الوقت اللي قبل، يمكن طريقه النشر فيها بتكون اسهل او الانستركشنز تبعت الاوثرز ما بتكونش طف لدرجه انه ينشروش، عمليه انه يقبلوا بيبرز بتكون اسهل. يعني واحد من الانديكيتورز الاساسيه يعني اعرف هذه الجورنال طف ولا مش طف من الجايد لاينز اللي هم بحطوها، من الريستريكشنز اللي هم بحطوها، بقدر اعرف مش بسهوله بس على الاقل بقدر اعرف هذول الجماعه سهل يقبلوا صعب يقبلوا. تمام؟ ايش وضعهم بالنسبه لجورنالز اخرى؟ هذه واحده من الطرق اللي هي الرايت سلكشن للجورنالز زي ما كنا نحكي المحاضره الماضية. تمام؟ اني انا اقرا واقرا بتمعن يعني ابذل جهد في الموضوع بين لان اقرر اروح اني اعمل ببليكيشن فيها ولا لا. تمام؟ وبلاش الترايل اند ايرور. قصه الترايل اند ايرور مش كثير مناسبه مع هذه الجورنالز. هذول الناس بيشتغلوا على مستوى عالي من المهنيه ومن الكواليتي. تمام؟ لا انا بدي اضيع وقتهم ولا هم يضيعوا وقتي. تمام؟ انا بشتغل بدرويه وبتمعن واشوف والله مطابق بدل المناسبه، هم ما بتسهلوا في هذه الشروط. يعني ما تقول والله يعني هذا ثيوريتيكال الكلام هم بيقبلوا، لا، هذه الريستكشنز والكونديشنز اللي هم حاطينها هم بيلتزموا فيها جدا، حتلاقيهم مطبقينها عليك، قبلوا رفض رفض، ما فيش يعني القصه ما بتحتملش انه يعني هذا مش اعلان سياحي، الباكج مش عارف شيء ولا على الواقع شيء ثاني. تمام؟ ماشي شكرا. هلا في انترناشونال جورنال اوف بريتش الرانك تبعها كان 1.49، امباكت فاكتور 2.88، 5 يير امباكت فاكتور 3.4، النشر اي سيرفر في الاسيدنت اناليسيس اند بريفنشن الرانك 1.1، الامباكت فاكتور 2.07، 5 يير امباكت فاكتور 2.7، وفي الادفانس انجينيرنج انفورميشن الرانك تبعها 1.26، امباكت فاكتور 2 وال5 امباكت فاكتور 2.66. كل جورنال في لها يرلي امباكت فاكتور اللي هو دائما احنا اللي بنبني عليه، في الكوميونتي اللي هو 5 سنوات، احنا دائما بنبني على الير، على الير. تمام؟ وبالعاده الاي اس اي بتلاقيه بيبني على الير مش على الكوميونتي، الكوميونتي بس يعني انه يعني ريكورد. تمام؟ موجود وبيشوفوا الجورنال ترتقي ولا تتراجع. تمام؟ اجمالا اغلب الباحثين في جنوب شرق اسيا وفي اسيا بشكل عام وفي الشرق الاوسط بروحوا للـ LCV Journals. الـ LCV
تمام، لانها هي مش اسهل بس هي اكثر شيء معروف بالنسبه لي. تمام، في جورنالز في السيفير الشروطه زي ما كانت الاخت بتتكلم صعبه جدا. تمام، لكن مثلا في اسماء مرموقه جدا في يعني مثلا نتكلم عن مانجمنت دائما يقفز الى المشهد الاميرالد يعني اكثر اسم معروف على مستوى المانجمنت. تمام، حتلاقوا في كل علم يقفز كمان في التكنولوجي. تمام، اسم التكنولوجي نفسها او اسم الفيلد نفسه، يعني مثلا اتكلم عن سيفل انجينيرنج بقول جورنال اوف سيفل انجينيرنج، هذه بتكون اقوى جورنال في هذا المجال، يعني ماخذ المينجر كيورد تبع العلم. تمام، بقول جورنال او امريكان جورنال اوف سوشيال ساينس، هذه اكثر يمكن حتلاقيها في التوب في السوشيال ساينسز. تمام، وهكذا في البزنس حتلاقي شرحه، في الميديكال لسه يمكن العلوم اللي هي اللي مش اي تي اللي مش هندسه، العلوم الطبيه تحديدا في جيش جرار من الجورنالز، لان علوم الطب الادفانسنج تبعها سريع جدا، لانه الناس بحاجه لها، الناس تمرض بشكل مستمر. تمام، بعدين صار الان في شبه بالانس ما بين الميديكال وما بين الاي تي وشغل الكمبيوتر انجينيرنج والكمبيوتر سوفت وير والساينسز والقصص هذه، لانه برضو في ثورة هائلة في مجال الاي تي والتكنولوجيا. تمام، وهكذا يعني انا بدي قدر المستطاع تصير فاميليار مع هذا المجال. تمام، عشان كمان في بعض الجورنالز عشان انت تقدر تعرف اكثر وتحاول تعمل سبمشن لازم تعمل يوزر نيم وباسورد، وهذا الامر سهل زي ما بتعمل ايميل. تمام، انا بنصح اعمل شوف ايش اللي هم بيعرضوا لك اياه وايش اللي هم بيحكوا لك اياه، وخذ بهذه النصائح شيئا فشيئا. تمام، الان في الرانكينج ايش هو؟ الرانكينج التسلسل الرانكينج، لا هو جورنال رانكينج هذا ان جنرال دائما بيست اون امباكت فاكتور، يعني ما فيش حد مش حتقول هذه جورنال نمبر 1 وهذه جورنال نمبر 2 وهذه جورنال نمبر 3، لا حتلاقي هذه الجورنال كيو 1 ولا كيو 2 الامباكت فاكتور تبعها 3 4 5 6. دخلت على اثنين جورنال فاثنين كاتبين رانكينج، هذا رانكينج تمام، هذا رانكينج بيكون تبع لاي سيستم ما بتقدرش تعرف، تعرف كيف؟ لانه احنا قلنا في اربع خمسه سيستمز في تومسون وايتر ولا كذا، بس انا خذوا دائما البنش مارك في هذه القصه، خذوا الامباكت فاكتور هو بالنسبه لكل مهم. الرانكينج تبع الجورنال هذا شيء اما مصنف حسب الويب سايت، اما مصنف حسب التخصص، حسب التخصص في اكثر من تصنيف، بس البنش مارك بالنسبه لنا او المحدد بالنسبه لنا بشكل كبير الامباكت فاكتور. مجرد ما تقول انه لها امباكت فاكتور بكون خير وبركه، وهذا خلص يعني بالنسبه لك هو هذا. تمام، الان في الان كوجهه نظر مش بس باحث، وجهه نظر ريفيور، وجهه نظر اديتورز. تمام، ايش بيخلي الجورنال تقبل البحث؟ تمام، في السيفير كانت عامله يعني بيبر عجبتني 8 reasons ليش احنا بنقبل. تمام، من خلال واحد من الباحثين حورجيكم انا ايش اللي كاتبه. هذا الباحث اسمه بيتر فرور، هو طبعا اديتور ان تشيف لجورنال اوف كاربون، واحدة من الجورنالز الاساسيه في مجال العلوم او الابلايد ساينسز. فهو اديتور ان تشيف، فهو اللي بيعمل سكريننج. والاديتور ان تشيف كيف بصير؟ بقضي سنوات في النشر وسنوات وهو ريفيور. تمام، بعدين بصير جزء من البانل تبع الايديتنج، بعدين بصير اديتور ان تشيف. تمام، فالان هو بيقول هذه الاسباب. اول شيء بروفايدز انسايت انتو ان امبورتنت ايشو، توفر نظره او يعني شغل عن شيء مهم، عن قضيه مهمه، مش عن شيء ثانوي. بغض النظر انا بديش انا ادخلكم في التفاصيل، بس انا احكي بشكل عام. الانسايت از يوزفول تو بيبل هو ميك ديسيجن، يعني هي بتساعد صناع القرار، الانبوت تبعها مهم لصناع القرار. انسايت از يوز تو ديفلوب ا فريم ورك اور ثيوري، هذا طبعا كثير ادفانس بالنسبه لاي حدا ماشي. احنا يعني كويس انه احنا نشتغل على الابلايد اذا كنا بنشتغل في الساينس، يعني اذا والله في الابلايد ساينس اشتغلنا بتكون يعطينا العافيه، طورنا شيء معين. اما الثيوري والايكويجنز ومش عارف المعادلات الرياضيه القصه كثير صعب التطبيق فيها. تمام؟ الانسايت stimulates new important questions. أحياناً البيبر تطرح question من طرح جديد.
تمام؟ سؤال مهم ما انطرح قبليك. أو بتجاوب عليه. The methods used to explore the issue are appropriate. تمام؟ يعني ممكن تكون كلاسيك بس الميثودز محطوطة بطريقة صحيحة وسليمة. تمام؟ وسيستماتيك. The methods used are applied rigorously and explain why and how the data support the conclusions. يعني قديش يعني يكون الفلو تبع البيبر هذا سيستماتيك من عند ما تبدا في الميثود لغاية ما تيجي للريزلتس لغاية ما تيجي للكونكلوجن وهكذا. Connections to peer work in the field or from other fields are made. انت معبر ريسيرش كات ما بينك وما بين الباحثين الاخرين، عامل ريسيرش ريفيو قويه، عامل ريفيو واضحه لايش انعمل في السابق، تمام؟ في بعض العلوم تتطلب انك ترجع 200 سنه لورا، وفي علوم جديده تتطلب انك ترجع 20 سنه لورا، تمام؟ وهكذا. ومش بس ترجع، لما ترجع اوبجكتيف واضح، يعني في قواعد معينه كمان لكيف نكتب الليترشر، في احكي عنها ان شاء الله في التبس. The article basically tells a good story. بكل بساطه الارتكل بتحكي قصه يعني جيد، تمام؟ للقارئ. في انا مر علي وانا بقرا اثناء يعني بتجيني بيبرز تلاقي الفلو بخليك تقلب الصفحه، تقرا وتقلب، تقرا وتقلب. تقرا بشكل مستمر. وفي بيبر تحسها يعني بضطر انا وما نشبه بثلاث اسابيع، اول مره اجي اقرا البيبر بلاقيه هيك يعني بقرا سطرين وبوقف، سطر فبقول لك خليها شوي يعني بدها رواق اكثر. تمام؟ وهكذا يعني زي ما انت زي سياره ماشيه في طريق سموث ومسفلت وتمام، او سياره ماشيه في مطبات كل شويه تطلع مطب. فانت قديش بيكون الفلو تبع البيبر بيكون سموث، تمام؟ وهذا بالمناسبة احنا بنقول زي هيك، بس كيف يجمع الكاتب مش سهل كشك. خاصة كمان انك بدك تنتبه لشغلة، دائما انت بتطلع بنظرتك انت، لازم تطلع بنظرة الريدر، عشان هيك انت جاي وانت تعطيها لحد ثاني يقرأ لك اياها ويشوف ايش الوضع، بغض النظر كان بيعرف كويس ولا بيعرفش كويس، تمام؟ بس زميل فاميليار مع المعلومات مع الداتا. يعني ما بينفع حدا سوشيال ساينس يروح على غير واحد اي تي يقرأ. تمام؟ بعطيه بعض النصائح مش حيعطيه، بس مش حيضل مختلف مش في نفس المجال اللي بيشتغل فيه البحث. تمام؟ هذه صحيح يعني تيبس او يعني ادفايسز لاي حدا حابب يعرف كيف الجورنالز بتقبل البحوث او البيبرز. تمام؟ خلينا نحكي هيك سريعا عن الانتروداكشن تو ريسيرش بيبرز عشان قبل ما نقرا عشان في شيء انتروداكتوري سريع. تمام؟ لازم انا اعمل انفستيجيشن عن ايش نعمل في الريسيرش واعرف ايش نعمل في هذا المجال، هذا المجال في الفيفورت تبع الناس ولا الاهتمام فيه والانترست تراجع وايش وضعه. تمام؟ ابدا مع القراءه، مع كتب القراءه ببدا اعرف الكي ريسيرشرز، ببدا اعرف الناس اللي هم المطورين الاساسيين في هذا العلم. في بعض الجورنالز لما تروح توديلها، تمام؟ السايتيشن تبعك اذا انت مش عامل سايتيشن صحيح لمجله لريفرنسز معروفه في هذا العلم، حيجي يقول لك انت كيف غافل فلان؟ هذا ابو هذا العلم، انت كيف مش حاطط له ريفرنس؟ تمام؟ لا، هذا شيء لازم تعرفه بالضروره، مش بدك يعني تمر عليه مرور الكرام وخلص يعني. تمام؟ احنا في 2016 ما بنفعش الريفرنسز تبعتك تكون بس مثلا من ال 2000 و2001 ومش عارف 95، ولا كلها لازم تكون ريسنت من 2012 وطلع او 2013. الميجر كونتريبيوشن مبني على هذول اخر ريسنت على اخر 5 سنوات، بس الهيستوري تبع هذا العلم بدك تواصله بالماضي، تعمل كونكشن واضح. بوينت اوت يور فايندينجز، لازم تعمل سمرايزنج للفايندينجز اللي انت موجوده عندك اللي انت بدك تبني عليها كل الريسيرش بيبر تبعك. تمام؟ تعملها سمرايزنج في 4 أو 5 يعني بولت بوينتس، تعرف تقول هذه الفايندينجز تبعتي اللي من خلالها بتعمل ديترمينيشن للكونتريبيوشن، تقدر تقدر قديش اضافتك للعلم اللي بالنسبه للجورنال بتكون ابريشيت. تمام؟ ايدنتيفاي يور اودينس، انت لمين بتكتب؟ بتكتب ريجنالي، بتكتب لوكالي، بتكتب انترناشونالي. اللوكال في له كونتريبيوشن والانترناشونال له كونتريبيوشن، كويس. يعني الإضافة قطعا أو يعني مش قطعا، الإضافة قدر المستطاع لازم تكون
إلنا ولغيرنا. إذا بدك تكتب إلنا بتخسر ثلاثة أرباع الأودينس. تمام؟ إذا بدك تكتب للغير أوكي ماشي الحال بتكسب الأودينس اللي برا. تمام؟ وتصابتي وتفيد اللي هنا ولا فيوش لأن إحنا مرة تانية دول يعني لسه يدوب ماشي على الانتراك يعني. بعد ما تخلص الأربع قصص هذول بدك تروح على الدرافتين تبدأ أنت إيش؟ تعمل ستراكشر وتكتب تمام؟ عن هذا الريسيرش اللي أنت بتصدره. اليوم مش هناخد بريك انا يعني حاولت اعمل اوت لاينينج تمام بعد هيك لو حابين نتواصل بنتواصل تمام هذه بعض بدي اعطيكم لبعض الاضاءات هيك بشكل عام عن بعض التيرمز انا معني جدا كمان الترمينولوجي تبعت هذا الموضوع تكونوا شوي فاميليار معه يعني انا بذكر اول ما بديت اشتغل في البلد مهندس في 99 كان واحد من اهم التحديات اني بس ابدا احكي لغه الصناعيه والعمال ولغه السوق يعني كثير تيرمز كانوا بيتكلموا بقول انا اوكي وانا مش عارف ايش يعني تمام انواع الترب مثلا في البلد انواع التربه خلص الناس بتعرف رمل مش عارف كركار كذا هذه المسميات اللي يعني وانا جاي من برا اصلا انا هذا التيرمز كلها ما مرتش عليه في حياتي فكان اول سنه بالنسبه لي بس النحو 100 بس ان انا اعرف ايش هذا التيرمز وهذه الاشياء حتمر عليكم انتم مش عارفينها ايش يعني شورت كوميونيكيشن شورت كوميونيكيشن مثلا مش مرتبط بعدد البيبر عدد البيجز اللي لما تشتغل سبمشن مرتبط كثير بالكونتريبيوشن تيجي الجورنال بقول لك والله الكونتريبيوشن تبعك كويس بس احنا شايفينه ما بينفعش يكون فوق الارتكل هذا كبير وشورت كوميونيكيشن اللي هو يعني زي مراسله سريعه بين الاثنين لكن رغم ذلك هي كاونتد كبابليكيشن وتنزل في تنزلها الجورنال في الاشي في الفوليوم تبعه الاشي تبعتها تمام العدد تبعها فيش اي مشكله وتقدر تقول انه انت نشرت في اي اس اي جورنال بدون اي مشاكل لكن تختلف عن الفول ارتكل الارتكل فول ارتكل اقوى ولها قيمه اكبر تمام سبيشال اشي او سبيشال اديشن كل جورنال لها سنويا مره او مرتين سبيشال اديشن او سبيشال اشي بتساهم شويه في الريستريكشن اذا كان الكونتريبيوشن تبعك كويس بتسهلوا كيف في الريستريكشن وبتسهلوا في المده يعني النشر بيكون فيها سريع بقول لك احنا في عندنا سبيشال ايشيو من شهر 3 لشهر 5 بدك تنشر تمام بدك تبعت لنا ونعمل بروسس مبنيه على كونفرنس مبنيه على شيء على ايفنت سنوي بيعملوه هذا الشيء موجود في كل الجورنالز فجيد انه الواحد يستغله ممكن يقلل السكوب يعمل سكوبينج على توبكس معين مش على كل التوبكس وهكذا الفول مانسكريبت اللي انا كنت بحكي عنه اللي هو الفول ارت ريفيو كريتيكال ريفيو ستيت اوف ارت برضه هذا حتمر عليكم انا معني هنا اورجيكم ايش الفوائد احنا في الريسيرش بيبر اما انت عندك كونتريبيوشن واضح تمام انت عامل سواء عامل شغل الك عامل سيرفي عامل دراسات عامل اكسبيرمنتال وورك عامل سيميوليشن ايا كان الامر هذا جزء او الجزء الثاني انت رحت جمعت 500 600 700 بحث في هذا المجال تمام وبديت تبين للريدرز ايش النقاط العامه والمهمه في هذا العلم ايش الريسيرش جابس يعني تعمل بنش ماركينج انت لباقي الباحثين عشان يشتغل تمام تتنوع ريفيو كريتيكال ريفيو ستيت اوف ارت دول اكثر من ثاني حورجيكم انا بعض الفروقات في السيستماتيك ريفيو حتلاقوا اللي هي الريفيو العاديه اللي احنا كنا عارفينها او الترديشنال لكن لما تروحوا مثلا على الستيت اوف ارت This examines the most recent contributions to the field or area of study in the light of its history of research. هذه ايش؟ هذه بتحكي عن الطفرات الاساسيه في هذا العلم. وبتعمل منها ترندز او باترن. بقول لك النمط العام واحد اثنين ثلاثه ودائما الستيت اوف ارت مش اي واحد بيعمل. تلاقي اسماء كبيره في البيبر في هذا الريفيو بيبر هو شخص عالمي كبير هو اللي عمل هذا البيبر تمام الكريتيكال او الكونسبتشوال بتناول شيء بشكل كريتيكال شيء سريع وبيعمل فوكس على شيء معين تمام مش على شيء اوفر اول يعني هذه بالقراءه الواحد بده يفهم الامور في كل علم انا ليش بعرج على موضوع الريفيو بيبرز في اي علم بدك تشتغل عليه لما تيجي تنزل اذا بتقدر لك اكسس حاول تنزل اكمل ريفيو بيبر تفهم كل الغير
تعطيك اوتلايننج لكل هذا الفيلد. ومنها بيجي بقول لك فلان الباحث اضافته 1-2-3، علمان اضافته 1-2-3، مش عارف منهم كان بدك تعرف الكي بيرسونز، لانه الريفيو بيبر دائما مبنيه على الكي بيرسونز. تمام؟ ولما يجي الباحث يشتغلها في الماستر وفي الدكتوراه بتنشر فيهم. انا قطعت شوط كبير، جمعت حوالي 200 او 250 ريفرنس عشان اعمل ريفيو بيبر، وبعدين ما لقيتش حلو. اشتغلت في الاكسبيرمنتال وورك ولقيت انه بدها شغل كثير. بدها يعني كم هائل من الجهد قياسا بفايندينغز معينه اربطها انا بالليترشر وخلص اسرع يعني. تمام؟ لكن الريفيو بيبرز هذه مفيده جدا لاي باحث لسه يعني حاول في هذا العلم المعين يحاول يعرف وين الدنيا ماشيه. تمام؟ وانا بنصح اي حدا بده يبدا في ببليكيشن لازم يقرا ريفيو بيبر. واذا بده يعمل ريفيو بيبر بروحه اذا عنده ريسورسز وعنده الشغل. يعمل عليها بحث بناء على عنوانها يعني او العنوان اللي بده اياه. يعني الكي ووردز متعدده، الكلمات المفتاحيه متعدده. انت انترستد في علم معين، تمام؟ بناء عليه بتقدر تبحث اللي فيه. يعني قصدي انه بتبحث العنوان اللي بدك اياه وبتختار لما تشوف ريفيو بيبر. بالضبط بالضبط، هذا بس. تمام. اذا بدنا يعني خلينا نرجع للفلو تبعنا. تمام. الاوفر اول ستراكشر عاده بيكون بهذا الشكل. يعني هذا الشيء التيبيكال، طبعا بزيد او بينقص حسب اذا كانت كونفرنس ولا كانت فول اب.